ايترونز خدمة التوصيل عن طريق ابلكيشن زين من الباب الى الباب وقت ما تريديه 24 ساعة بسبع ايام. انزين عندك خدمتين شحن، عندك شحن سريع وعندك شحن مشترك. الشحن السريع عندك تي محتاجها غرض بشكل سريع جدا، يقيش المندوب يشل البضاعة ويوصلها مباشرة، او انه تي ما عندك مشكلة في الوقت اللي يوصل فيه المندوب. فاحنا في الشحن المشترك انه المندوب يشل معك بضاعة بيروح يشل معك الثاني الثالث الرابع وهو في نفس الخط رايح انه يسلم لشخص اخر. هنا السعر بيكون مختلف. في الشحن المشترك بيعطيك سعر ربع السعر اللي في الشحن السريع تقريبا، فبيكون مناسب جدا للناس. في المقابل في الشحن السريع بيكون هو عبارة عن انه انك خذيت سيارة انجيز دايركت.